بطرس ميخائيل إبراهيم، فكان يعتبر أنه هو أشهر أب اعتراف في جيله، وربما في أجيال كثيرة. الرجل ما كانش بتاع وعظ ولا تأليف، لكن كان بتاع بناء النفوس وإرشاد روحي عن طريق سر الاعتراف، وكان بسيطا وكان محبوبا من الكل. تعرفت به من سنة كام؟ ربما من سنة 50 أو 51. كنت في ذلك الوقت رئيسا لمجلس إدارة بيت مدارس الأحد، هو ملجأ مدارس الأحد، واتصلت بأبونا مخيل إبراهيم يأتي لكي يكون أب اعتراف للأولاد بتوع البيت، وبدأت الصداقة بيننا وبينه منذ أكثر من 50 سنة. كان يعني لطيف في كلامه وفي إرشاده، وإن كان أيضا عميق. أتذكر في يوم من الأيام جاني تليفون وأنا موجود في بيت مدرسة الأحد، هو موجود وطلبني إن أنا أعظ في حي من الأحياء، وأنا حبيت أعتذر. قال لي هتعتذر ليه؟ قلت له أنا مؤلف أتكلم في اجتماعات شبان كلهم مستوى واحد وثقافة واحدة، لكن أروح في الحي ده كله خليط على بعضه، المتعلم مع الجاهل مع القروي مع المثقف مع رجالة مع الستات مع عائلات، حاجات ما فهمش فيها، فأنا عايز أعتذر علشان حاجات ما فهمش فيها. فبص لي وقال لي هو أنت اللي هتتكلم ولا ربنا اللي هيتكلم على فمك؟ أنت اللي هتخدم ولا ربنا؟ قلت له ربنا طبعا. قال لي ما دام ربنا امال بتتكلم عن نفسك ليه؟ تعرف ولا ما تعرفش مؤلف ولا مش مؤلف؟ والراجل اخجلني، قلت له حاضر هروح اوعظ. وافتكر لما تنيح ابونا ابراهيم وصلينا عليه في الكاتدرائيه الكبرى، الكنيسه المرقسيه الكبرى، ووعظ، أنني بكيت أثناء الوعظ وخجلت من نفسي، لأنه كان رجل ممتاز وما زال الصندوق الذي يحوي جثمان الطاهر عندنا في الكاتدرائية.
يعني اول الشاهد بيبقى يوم طويل قوي عشان المرتبات. ربنا يعينك يا سي ابراهيم، شغله الصرافه دي شغله صعبه قوي وما يحتاجها حد امين زيك. مش كده ربنا، هل حنوني هما الاولاد ناموا ولا ايه؟ ايوه يا سي ابراهيم. وابن خليل اخبره ايه؟ شو يا سي ابراهيم، سيبناه الاربعه دي الكون ابن خليل ده كل وحده. ليه بقى يا حنوني؟ النهارده حكالي ان هو راح لدوار ابويا العمده ليس العم. قام راح ابويا العمده قال له انت ابني تحب بلدك وكنيستك، خرج من دوار ابويا العمده ياخد دوار ابوك يبدا مع تجاره القطن، تقولش الوضع يطلع تاجر. وبعدين بعد كده راح الكنيسه تاني احد يحفظ الالحان والمزامير. ربنا يطرح فيك البركه يا عم فرج، يخليك مين يا نخيل يا ولدي. يا يسوع أشكرك على نعمك كتير، ونفسي لما أكبر أكون خادم هنا في كنيسة العذراء بكفر عبد. حافظ على أبوي وأمي، آمين. سميته ابراهيم. الف مبروك على النجم اللي انا مجد فيه كان بخير. طيب سلام بقى اللي عايزه حاجه؟ يوه هو انت تحب تقعد من خيلها عشان تقول تعالى عشان خاطر طلع قرماشه. هو ايه عندي ميعاد مع فرجان الافندي؟ مش معقول كده يا خيل، احنا من مين يا جنود؟ انا ما بلحقش اقعد معاه، انت جاي في الكنيسه في الشغل. قولي قولي عملت ايه مع المعقول؟ هعمل ايه يا حبيبتي؟ قال لي ازاي تسيب مصالح الناس وتروح الكنيسه؟ مصالح الناس؟ طب هو انت لو ما اديتش ربنا حقه مش هتدي الناس حقها؟ صدقيني يا حبيبتي انت راجل، فضل يزعق 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 وفي الاخر قال لي ايه؟ قال لي بالبيس. بالبيس؟ مش معقول كده يا ميخائيل، احنا كل شويه بتقولنا بقى نقعد نتنقل من بلد. شوفي بقى يا ميلي، انا شكلي كده حابه اتنقل من بلد لبلد، عشان كده حبيبتي لو انت تستقر هنا وانا اخد مشوار رايح جاي مش مشكله، المسافات كلها قصيره. ها عايز حاجه تانيه يا ميلي؟ عايزك طيب. طيب سلام يا حبيبتي. دورت البيت يا بيت مصدين من ورا بيك يا ميخائيل افندم. يا فندم ده رئيس المباحث اللي قبل حضرتك كان راجل صعب جدا بصراحه. يا سيدي ولا صعب ولا حاجه. على فكره يا بيت مصدين انا فكرت ان احنا نشتري اوضه نعمل فيها جمعيه يعني، وبرضه نجمع تبرعات عشان نشتري ارض وننزل عليها فلوس. اقتراح وجيه يا ميخائيل افندم. لعلمك الشماس فهمي ميخائيل كان بيجمع تبرعات عشان جمعيه ابناء الكنيسه هنا في الزقازيق. اسمع بقى يا ميخائيل افندي، تاخير تاني يوم الحد ما عنديش، مفهوم؟ بس انا سعادتك كنت واخد اذن عشان احضر القداس. انا ما عنديش حاجه اسمها قداس ولا يحزنون. ما تخليش اتصرف معاك تصرف تاني، وده اخر كلام عندي، انت فاهم؟ طيب يا ميخائيل السلام عليكم، انا نازل. سامع حسين عليك. ايه في ايه؟ خلصنا مستعجل. معلش بص، وانا دايما امبارح بالليل خير اللهم اجعله خير، شفت واحده لابسه ايه ابيض فابيض وعلى راسها تاج منور كده، وقالت لي ايه؟ قالت لي ايه؟ خلصيني. هقول لك بص، قالت لي مش انت عندك واحد في الشغل اسمه ميخائيل؟ تعرف اسمه مين؟ ده ميخائيل افندي الكاتب الغفر. ما قالت لي بقى قولي الجوز مالوش دعوه بيه ويبعد عنه خالص عشان ده بتاعي. الله يخليك يا اخويا، ما تعرضك مالكش دعوه بيه، احنا عندنا عيال. ها الله يخليك ابعد عني، شوفوا اللي انا عايزه اعمله له. ميخائيل افندي حاضر. ميخائيل افندي انت عارف قد ايه انا بحبك عشان اخلاصك وامانتك. ربنا يخليك يا سعاده بيه، بس هو ايه سر التغيير المفاجئ ده؟ لا ابدا مفيش حاجه، وعلى فكره انا موافق انك تروح الكنيسه كل يوم حد، بس لحد الساعه 10. قول لي عملتوا ايه في موضوع الكنيسه بتاعتكم؟ بصوا ربنا يكمل، احنا جمعنا مبلغ كويس قوي واشترينا الارض وابتدينا نحفظ بالاساس، وربنا يكمل. شو بقى خير يا فندم، انا عايزكم تبنوا الكنيسه ديت باقصى سرعه، انت فاهمني طبعا. حاضر يا فندم. هي اللي انت بتقولي ايه؟ كوارع ورع عنب. انا جايلكم على طول حالا. كنا بنقول ايه يا ميخائيل افندي؟ كنت بقول حضرتك ان كان معايا امبارح سيد الوزير اللي بيخلص الكنيسه، الارض بتاعت الكنيسه اللي احنا اشتريناها. اه
والسيد شايف شغله وانا بينام على روحه. بنام ازاي يا فندم؟ سعادتك كل ليله بتبعت له الشاويش سيد، ده حتى سعادتك قال لي انه راكب حصان ابيض. شاويش سيد؟ حصان ابيض؟ انا لا بعت سيد ولا غيره، انا مش فاهم حاجه خالص. دي خطيتك يا مخيلي. انا زي ما عرفتوش. السلام لحيلك يا ملي جرجس، السلام لحيلك يا ملي جرجس. ملي جرجس؟ الله، يبقى كده نسمي الكنيسة على اسمه. بتقول يا فندم؟ انت بتقول يا فندم؟ ايه يا عم جرجس؟ يا اخي شد حيلك يا حيلة يا فندم. ابنك بطرس دست عليها عربية حنطور ومات. مات يا مخيلة يا فندم. مات. تعال معايا عشان تشوفه. اجي معاك ازاي واسيب القداس يا عم جرجس؟ ابوه؟ بقول لك ابنك مات، تقول لي ما اسيبش القداس. وانا هعمل ايه يا عم جرجس؟ لتكن مشيئة المسيح اللي انا واقف قدامه على المسبح. يا يسوع في يديك استودع روح ابني. ابوه؟ مخيلة فندم، يا مخيلة فندم. دست عليها عربية حنطور كبيرة قوي، والولد ما كانش بيتحرك، احنا كلنا افتكرناه مات، لكن فجأة كده ابتدى يتحرك، وربنا أنقذ الولد من مد أعضابه. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، أشكرك يا رب. بس بصراحة يا سيدي يا محيلة فهمت، إيه كان شعورك لما جيت عشان أقول لك إن ابنك بطرس دي مات؟ وإزاي يا أخي قلبك طلعت وكملت القداس؟ شوف يا حبيبي، أنا لو كنت سبت القداس وخرجت كنت حافظ ابني وافقد كمان رحمة ربنا وتعزياته، لكن لو كملت القداس يا إما كان ربنا يديني تعزية يا إما اللي يدي ابني، وهو ده اللي حصل ونجاهولي، وهو ده اللي حصل ونجاهولي. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب حبيبي. يا حبيبي ابراهيم في مخيه، واختر كمان ما بيتعبونيش ابدا، ولا حتى كمان وبولس. هو الولا بطرس ده، الولا بطرس ده اللي بتقول انها اكل وشقاوه وعفره، ما حرمش من المره اللي فاتوا. قول لي بقى انت بكره ناوي تعمل ايه؟ هتروح الكنيسه ولا؟ ولا ايه يا ميري؟ هو بكره ايه يا ميري؟ الحد. الحد ده يوم مين؟ يوم ربنا. يبقى زي ما وحشتي يا ميري. أنا بس الأنجلاي ده اللي عايزك بكرة في المكتب ومعاك السجلات قبل 8:30 أحسن بعدين يأذيك، وبعدين تظبطوا الألبوم جامد قوي. وضربة الكل الكحول قوي. اتفضل يا باشا. كله تمام يا دكتور سفندي؟ طبعا يا باشا من كل تمام. كاتب الضبط ومعاه سجلاته، وكاتب الإدارة ومعاه سجلاته في انتظار ساعتك. هو بصراحة من أفضل حد وهو في الكنيسة وواخد إذن من النائب المأمور في المتأخر إلى الساعة 10. الساعة إيه؟ الساعة 10. 10؟ يا سلام يا سلام. ليه؟ كان بيشتغل في مكتب أبوه. أنت مش نبهت عليه الساعة 8؟ أيوة يا باشا أنا نبهت، بس ما بسش ولا حاجة. ده إهمال وتسيب. ده أنا عفالك. ابعتوا حد يجيبه فورا. حاضر يا فندم، بس ساعتها بتستريح وتشرب قهوتك هيكون واصل على طول. ما بشربش فينا عمال في الساعه. الليمون اللي سابتك هتشربه يشرب مكتبي. حاضر يا فندم، عسلت الباب. اتفضل. صباح الخير يا حسين باشا. صباح النور يا ابو السلام. مين زعل برضه؟ ده الامين والله الابدير. طب زعل ايه؟ عشان مخيلة فندي يتاخر شويه. ايوه بس النهارده الحد والراجل واخد اذن، ايه المشكله بقى؟ يا باشا انا قلت له كده ما اقتنعش وفضل يزعق ويصمم اني ابعت حد يجيبه من الكنيسه. وانت عملت ايه يا بطرس فندي؟ يا باشا انا بعت له مرتين ما رضيش يسيب الكنيسه. طيب روح اقعد معاه وبلغ الاخبار اول باول. اهلا اهلا يا كيلة فندي. اهلا بيك يا فندي. سلام سعادتك. سلام. وهيجي منين السلام يا فندي يا متسيب؟ انت
دوام بشرط لسه جاي دلوقتي ما لسه بدري. انا مش بعطي لك ثلاث مرات هتجيك ما شرط في ساعتك ليه؟ انت انا بني ادم حرمت سعادتك. انا سعادتك كنت واقف قدام الملك الكبير وهو ما سمحليش ان امشي. وسعادتك ما تزعلش نفسك قوي كده. وقع عليا الجزء اللي انت عايزه اعمل لي تحقيق. يا سلام، يعني مش همك وبتكلمني كده بمنتهى الاستبياح وتروح للكنيسه وجايه من الكنيسه بتسيبني انت تعرف ربنا صحيح؟ انت لو كنت تعرف ربنا صحيح كنت اعطيت ما لقيصر لقيصر وما لله لله. طيب انا ساعدتك عارف كده بقى النهارده بتاع ربنا مش بتاع قيصر. مش كده يا فندم، مش كده بقى. لا 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 قيصر تكونش فاكر قيصر ده يبقى بعيدانك. انت ازاي تكلمني من الاستدبار ده؟ ازاي تكلمني من اللهجه دي؟ ايه التسيب والاهمال ده؟ انت ما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه؟ يا فندم انا ممكن اوديك في داهيه. انا هعرف اشوف شغلي معاك كويس قوي يا فندم. انا هعرف اربيك كويس قوي يا بخيل يا فندم. يا فندم انا الليمون يا باشا. كل جزء وانت طيب يا مخيل يا فندي. انا هكلم نيازي باشا مدير المديريه شخصيا عشان يعرف شغله مع اللي اسمه مخيل ده. يعمل له تحقيق يلاقيه في حته الدبان نازله مش هيعرفه طريق بره. ايه في ايه؟ بعد اذنك يا فندم ما تخصصش من المكتب عشان تنسي مخيل يا فندي. لو ساعتك عايز تتصل بنيازي باشا اتصل من عند عامل التليفون. طيب ده من فضلك انا عايز عربيه عشان اروح بيها المدرية. شوف يا سعادتك انا مش ممكن اديلك اي عربيه عشان تستخدمها في ازمه مخيل يا فندي. لو سعادتك عايز تستخدم اي عربيه ممكن تاجر عربيه من اي مكان. يا سلام يا سلام على ايه ده كله؟ يطلع مين مخيل يا فندي ده؟ انت عارف نتيجه اللي انت بتعمله ده ايه؟ ان مفرقتك انت كمان انا حواليك انت وهو. هو عامل قدامي وانت زي البوس كده. اه عايزك تحضر العربية حالي وعايزك تحضر لازم اوصل لبريه قبله. بقى حوجي السوق تليفون مش عايز اتكلم في التليفون. عربيه مش عايز يجيب لي عربيه عشان اروح بيها المديريه. يا فندم يا فندم روق قدامك شويه. طيب معلش يا بطرس افندي ممكن تقف معايا موقف متعاون شويه؟ ايوه. تجيب لي اي حاجه توصلني المديريه؟ يا فندم بس ساعه المامور رافض كل الاقتراحات. المتاح دلوقتي شويه ليمون عشان تروق دمك. ليمون؟ ايوه اطمع من قدامي انا هعرف اربيكم كلكم. انا هجيب للمركز كله جسم. ايوه خلي انت صباح الخير. صباح النور. خير ان شاء الله. بيه من صنف سعادتك. من مين؟ من رواية بديل يا فندم. ماجدة جه النهارده يا فندم تفيش على مركز سعادتك. ايوه بلقاش مخيل يا فندم كاتب الهفر. ايوه وبعدين سعادتك ثانية عم الو. ايوه خليكم خليكم يلا. ايه اليوم اللي مش فاهم ده؟ اتفضل. صباح الخير يا باشا. صباح النور. خير. مين اللي جابك هنا؟ طب لحظة واحدة كمل يا سيادة. سعادتك يا فندم مخيل يا فندم واخد مني يا فندم اذن كل يوم حد يتأخر لحد الساعة 10. اه. يبقى مراني بقى يا مدير ما عجبوش الكلام ده. يتركتله بأي طريقة عشان يوقع عليه جسم. اتكلم ده أنا بقى الظابط. ده أنا زعقله وبهدله وبنبطه وداله كمان. ده موظف مستهتر متسيب. ده غايب عن مواعيد العمل ساعتين. أنت مدافع عنه ليه؟ اسعد بقى شريك حق فن يدافع عنه ليه؟ كان بعيد اهله. يا ريت يا فندم كل الناس تبقى زي مخيل افندي في امانته وطهارته. اسعد الباشا تلاقيه شغاله لحسابه. يودي العيال المدرسه يجيب للمدام خضار في البيت يبعت مراته علشان تشتغل في البيت ولا اي حد مامور. لا يا سيادة الأمنواري كله اللي كده حافظ على كلامك. طب قول لي هو ما جاش ميعاده ليه؟ أنا يا فندم سبب قلت لسعادتك إن أنا مديله إذن يتأخر لحد الساعة 10
بس يا ابن راي عارف هو ليه بيتاخر كل يوم حد لحد الساعه 10؟ طبعا ساعه الباشا ساعتين التاخير بتوع يوم الحد دول علشان سوق الخضار بتاع يوم الحد يجيب خضار للهانم. سعادته بيشجع الموظف ده على العشان والتمرد، بيشجعه على عشان عمري. مخاين افندي عمره ما بيحصل يوم الحد والكل يشهد بكده. ده كذاب يا سعادة الباشا، ده مؤاخذة يا فندم، ده مؤاخذة، ده ما رضاش يخليني استعمل التليفون في مكتبه علشان اتصل بسعادتك، طلبت منه عربية عشان توصلني للمديرية عشان اقابل سعادتك، قايل له أنا رايح من نادي باشا، وده كله علشان إيه؟ عشان خاطر حتة الموظف تغير اللي اسمه بخاين أفندي، ومش عيبنا الجزيل. أنا معترض على كده يا فندم. مش عيب عليكم اتنين ظباط تتخانقوا عشان واحد كاتب خبر؟ انا مظالم سعادتك، بالبيت عمرها ما هتعوض واحد زي مخيل افندي. يا سلام، ليه ما تعوضش واحد زي مخيل افندي؟ هو مخيل افندي ده موظف على راس ميكا؟ ده انا اجيب لك 60 موظف زي مخيل افندي. سعاد باشا، هي فعلا مديريه سعاد باشا. اتفضل ارتاح يا مخيل افندي. شكرا يا فندم. سعاد فندم انا بشكر سعادتك على موقفك النهائي معايا. انا ما عملتش حاجه بخير يا فندم، ده حقك. انت يا فندم حكى لي على كل حاجه يا فندم، وازاي سعادتك وقفت قدام الامير هيئه بدير، وكفايه سعادتك ان النيازي باشا ما خدش كلامه واخد بكلام سعادتك وما ادانيش جزء. اما سعادتك على الموضوع قال ايه يا ده؟ فدي حاجه بتاعت ربنا، وصدقني يا فندم صدقني كل الخير. انا شخصيا مش موافق على مهلك يا بخير يا فندم، وهقدم تصرف بس. يا فندم بلاش عشان انا مش عايز اكون سبب مشاكل سعادتك. انت يا بخيل افندي كنت مساوي الموظف الامين حقيقي، عملت حاجات كتيره قوي لمركز بيس، والمركز عمره ما هيعوضك. يا بخت ايه يا بيك؟ والله احنا عمرنا ما هنعوض سعادتك يا فندم، عشان مش سعادتك بخير يا فندم. ربنا يوفقك. ربنا يخليك. سلام بقى امي، يعني الحقيقه انا جاي. ربنا يخليك لي يا اخويا. انا جاي اخر يوم اقول لك ايه، انا جاي مسافر على طريقتي. انت يا ابوي سأجيب لك ايه حبيبي؟ انا عاوز سندوتش. حاضر يا حبيبي. يعني ميخائيل، يعني مش كون يا اخويا رحنا كلنا معاك هنا بدل ما انت رايح جاي علينا كده؟ تصدق ان كودي شوف بيعمل فينا ايه؟ البدله بقالها عنده 10 ايام ولحد دلوقتي ما جابهاش، ودي مش اول مره يعملها. يا اخويا يا ريت تعدي عليه وتشوف بيعمل كده ليه؟ حاضر يا ميري. هو ابراهيم وفوزيه وبطرس نزلوا ولا لسه؟ نزلوا راحوا الكنيسه وبعدها على المدرسه. على فكره يا ميخائيل، الواد فلمين تعبان قوي، يا ريت تبقى تعدي على الحكيم وتجيبه له. فلمون؟ ليه مال فلمون؟ اصل يا اخويا كده بقاله يومين بطنه بتوجعه، وابراهيم سخن شويه، وانت كمان بوليس كعبه منه. حبيبتي بابا بتوجعك ولا كده وكده؟ اه بابا بتوجعني. طيب خلاص يا ميري، انا هجيب له حاجه من هناك. طيب يا اخويا. عايز حاجه؟ لا يا اخويا، بس ما تنساش تعدي على المكواجي. حاضر. صباح الخير يا احمد يا حبيبي، ازيك؟ صباح الخير يا مخيل افندي، المحل نور. الله يخليك يا حبيبي، قول لي البدله بقى لها عندك اسبوع لسه ما خلصتش؟ البدله مش عارف اقول لك يا مخيل افندي، بصراحه كده بقى البدله اتسرب، لكن انا مستعد اقسط لك تمنها، بس الله يخليك ما تزعلش مني. قول لي يا احمد، البدله الثانيه قبل ما تكويها ولا بعد ما كويتها؟ بعد ما كويتها، معلوم بعد ما كويتها يا مخيل افندي. لكن هتفرق معاك في ايه؟ اذا كانت البدله نفسها اتسربت. المفروض يا احمد تمن ماكوت البدله. انت بتقول يا مخيل افندي تمن ماكوت البدله؟ ده بدل ما تطلب مني تعويض عايز تديني تمن ماكوتها؟ شوف يا احمد يا حبيبي، انت تعبت وكويتها وهي اتسرقت بعد ما انت كويتها، يعني اجرتك لازم تاخدها. يا حبيبي الفاعل مستحق اجرته. ربنا يخليك يا مخيل افندي، انت حنين قوي. سلام يا حبيبتي، ازيك عامله ايه؟ معاك حد بره؟ معايا واحد من البلد السعوديه بس جاي. بص بقى يا ميخائيل، انا خلاص تعبت ما بقتش قادر على الكلام ده، مش كل يوم غسيل ملايات غسيل ملايات، كل شويه تجيب لي فقرا بيت وبموت اكله وما ينفعش يتملي حشرات، وبعدين انا ما بقتش قادر خلاص بحب مش مساعداني. السلام عليك يا ميري. يا ميري دول اخوه المسيح والبركه. طب هم اخوه المسيح ما حدش كان حاجه. طب بص بقيته في الكنيسه، ما انت دلوقتي خلاص بقيت امين التربيه الكنسيه. حاضر حاضر يا ميري.
بس ما تزعليش ما تزعليش على اسمك. انا هاخد بيتك يا ستي. مخاين؟ لا يا ميري. ما تزعلش انت مني. مش زعلان يا حبيبتي. سلام. مع السلامة. ولازم يتخلعيه بالكماشة ومرة درس ومرة سنة. انا خايف والله لما خلص سنة الاخيرة بفضلانه في كلية ديت اكون انا كنت طب. طب بس انت تشطر السنة دي في التوجيهية عشان تاخدها يا بطرس. اقول له كده يقول لي هندسة. هندسة على فكرة بقى باب العلم بالشيء اسمها هندسة عشان اتخرج منها ابقى مهندس. بابا انت طبعا هتتغدى معانا النهارده. ايوه يا ريت يا بابا عشان احنا من ساعه ما جينا الجيزه واحنا زمان مشخرمه خالص وانا عصافير بطني اتحولت لوحوش كسر انا خايف على الدور منك. ويا ريت يا بابا تعزمنا لحسن بطرس قرب ياكلني. خلاص انا موافق بس الاول نزور كنيسه مارينا مصر القديمه ونقابل ابونا مينا المتوحد وبعد كده انا هغديكم. بس احنا عليه بابا يا شباب انا هسبقكم عشان انزل على مهلي. اتفضل يا بابا. شو مش هتروح مع بطرس؟ كده شكلها كسر محتاجين نعمل اشعه كسر. مش كنت بتشتغل هنا في الجيزه انت يا فندم؟ لا انا
انا بشتغل كاتب ظاهر في الزقازيق. يا بابا احنا نفسنا ان انت تيجي هنا ونقعد كلنا في الجيزه بقى مع بعض. انت بتشتغل؟ لا انا في اخر سنه كليه طب اسنان. يعني جميل. وانت؟ زميل برضه بس في التوجيهيه. مدرس؟ لا تلميذ. شكلك راجل طيب يا عم خليل. ربنا يخليك. بص يا عم خليل، اخو مراتي وزير الداخليه. نسيبك وزير الداخليه؟ ايوه يا سيدي، وهكلمه لك النهارده، يعني اعتبر نفسك منقول للجيزه. ربنا يخليك، ربنا يخليك. اشكرك يا رب. شو بقى يا مخيل؟ انا ستك سنه من ساعة ما بينا بأم زبردس حنة راعي كنيسة العبرة وكفر عبد وطنية. يعني لما قابلتك قلت لي مراتي مش موافقة. ايه بقى الحكاية ست ماري؟ الحكاية ولا حاجة يا سيدني، اللي تشوفه ليافتك. ايه يا مخيل؟ أنا سيدنا أصل يعني أنت إيه بقى حد يرفض الكهنوت؟ لا طبعا يا سيدنا، لا تسعى إلى الكهنوت، وإذا جاك لا ترفضه. كده يبقى مبروك، انا هكتب التاريخ 16/9/1951. سلام يا ولاد، ازيك يا ربنا يحافظ عليك. تعالى يا ابونا، قلت لك هتقضي معانا ال 40 يوم بالكنيسة بالدور الثاني يا ابونا. يا ابني دي بيعة على نفس قوي. لا ولا بيعة ولا حاجة، ولا حد يطول، حد يطول يقف في بيت ربنا. يا ملاك هذه الذبيحة الصاعدة إلى العيون بهذه التذبيحة، كل ما تتمر. آمين الليلة سلام سلام الرب يكون معكم. ايه ده؟ ابونا بقاله اكتر من ساعتين بياخد افراح تاني؟ ايه ده؟ لما واحد يبقى عنده 14 سنة يقعد ساعتين، امال لما يبقى عنده 40 سنة يقعد قد ايه؟ طول النهار؟ انا عارف يا اخي. ايه ده؟ انت اتأخرت ليه يا فندم؟ بس ابونا عمل معايا 400 مطانية. ايه؟ بتقول ايه؟ ابونا عمل معاك 400 مطانية؟ طب ايه؟ اصل شريت حاجة مش بتاعتي. طيب انت خلقت حاجة مش بتاعتك. هو يعمل 400 مطانية ليه؟ هو ابونا مخلوقين كده، يحط خطيه كل واحد على كتفه ويحملها معاه تاني. قيام ثوره 1952. والله يا رجاله صراحه الثوره دي كانت لازم تحصل من زمان. عندك حق يا بطرس، انت صدق في كل حته في البلد ومولانا الملك ولا على باله. من فازت اسلحه لحرير القاهره لازم البلد تفوق بقى. يا ما كانش كل واحد من الظباط يقول عارف يا بطرس، المصريين اللي بنوا الاهرامات زمان مش غريب ابدا على اولادهم ان هم قاموا بثوره الظباط الحرار. صح، مصر طول عمره هي الرجاله يا عم. صح يا ايه يا ولاد مش سامعين الباب وهو عمال يخبط؟ سامعين يا ماما، بس ده صوت يعلى على صوت المعركه. افتح يا عم البطل. بص بص بص. اهلا اهلا يا ابونا الامه. اهلا يا ازيك حضرتك عامله ايه؟ بقولك يا ابونا استنوني. ازيك يا ابو تسعه يا حبيبي؟ اخبارك؟ الحمد لله. اهلا يا ابراهيم. ازيك حضرتك؟ مبروك الموسيقى يا بابا. الله يبارك فيك يا حبيبي. يا بنات مبروك يا ابونا. يا بنات تعالوا بقى يا بابا. اهلا اهلا ازيك يا ازيك عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك ازيك حضرتك؟ اهلا يا ازيك يا حبيبتي؟ يا عم
سامح كل اخواتي اللي في كفر عبده، حتى لو كانوا اساءوا الي. اكيد يا رب انا الغلطان. حافظ على سلام شعبك وكنيستك، لك كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين. اتفضل الشاي يا ابويا. حتى الخير جميعا. قولي بقى ناوي تعمل ايه؟ هعمل ايه يا ميري؟ عشان احافظ على سلام الكنيسة هقعد هنا في مصر لغاية ما المشاكل تتحل. ربنا يعمل اللي فيه الخير. ابراهيم فين؟ يا حبيبي رجع امبارح من الجيش العظيم ونزل النهارده راح يحضر الاجتماع بتاع كنيسة مريم المنتصرة. لا حتى معرفش رجع ولا لسه. والبنات؟ البنات في اوضتهم بيذاكروا. مش ملاحظه يا استر ان بابا خسس اليومين دول وصحته كده مش عجباني؟ عندك حق يا فوزيه، بصراحه بابا من ساعه ما رجع من كفر عبده واللي حصل في الكنيسه وهو مش حلو خالص. بس اللي مهون عليه يا استر انه بيروح يصلي مع ابونا مينا المتوحد. اه فعلا ابونا مينا المتوحد ده بيحبه قوي. خليكم حق. خليك انت في مذاكرتك، لما الكبار يتكلموا انت تسكتي خالص. بصراحه بقى يا ابونا الشقه هنا احسن بكتير قوي من شقه الجيزه دي. تكفي شارع الترعه، شوف في كام كنيسه قريبه مننا. عندك حق يا ميري، شوف بقى من ايه كنايس. بقول لك ابو خليل. لا ركز معايا ركز معايا. ايه اخبار دكتور ايبون؟ اخبارها في ايه يعني؟ يعني تخلع كام ضرس في الاسبوع؟ بتركب كام طاق؟ قصدك ايه يا بطرس بالظبط؟ بهزر يا اخي بهزر مسحك ايه؟ بس بصراحه بقى البت دي شايله لك العياده 10 على 10 وانت مسافر في الجيش. عندك حق يا بطرس. ايفون انسانه تعرف ربنا كويس قوي، ده حتى ابونا برسوم. ابونا برسوم بتاع كنيسه الشهيده دميانه في شبرا؟ اه ما هو اب اعترافها بيشكر فيها قوي. وايه يا اخي وايه ده الصبر اشتكى من صبرك يا اخي. ابونا قاعد جوه مع ماما، خش كلمه على طول، كلمه خليه يكتب لك فورا. يعني انت رايك كده؟ ايوه رايي كده، بس اهم حاجه بتعرف تطبخ ولا مقضيها معلمات. اتفضل يا ابراهيم حبيبي تعالى. شكلك كده عاوز تقول حاجه مش عارف. ما انت كده من وانت صغير لما تكون عايز تقول حاجه مش عارف تتكلم تقعد ساكت كده. قول يا حبيبي في ايه؟ قدسك عارف ان انا من ساعه ما فتحت العياده وانا في الجيش وكنت سايبها يعني الدكتوره ايفون زميلتي، وبصراحه هي بنت ممتازه وابونا برسوم بيشكر فيها جدا، وانا كنت عاوز يعني. ايه يا حبيبي؟ عايز ايه؟ تتجوزها؟ يا ريت يا بابا، وهي هتعجب قدسك جدا، هي خادمه وعلاقتها بربنا كويسه جدا، ودي كانت اهم حاجه عندي. ده رايي يا واد، عاوز تعجزني ولا ايه؟ يعني انا يبقى عندي واد متجوز؟ خلاص يا حبيبي نصلي وربنا يعمل فيه خير. ربنا يخليك هنا يا بابا، انا هرجع الجيش بكره وان شاء الله الاجازه الجايه بروح متقدم لها. ان شاء الله يا حبيبي. صلواتك يا بابا. صلوات الانسان يا حبيبي، العبله تسندك. على اذنك وعلى ذوقك. مساء الخير. ألف مبروك يا أبو خليل، هتتجوز وبقالك بيت وجعك كل عندك بقى. ألف مبروك يا حبيبي. صباح على خير. خلاص يا ابن خليل اتفقنا، أنا بكرة هجيلك البيت ناخد بركة قدسك. ربنا يخليك يا ابونا واحنا نستاهل يا ابونا مرقص. تفتكري يا استر بابا هيوافق على جوازي من الاستاذ ابراهيم بدوي؟ ما يوافقش ليه؟ ده راجل كويس قوي. وبابا بيحبك يا استر، هيقول لك نصلي وربنا يرتب الامور. وهيجي امتى؟ النهارده بعد الظهر. الف 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 مبروك. ربنا يطمن بخير. الله يبارك لك يا استر، عقبالك حشيش. وانا 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 مش عقبالي؟ بصراحه يا بابا انا عايزه تاخد اعترافات بتاع اولاد ملجا مدارس الاحد هنا. ناخد بالك يا وزير حبيبي. لا ما قلت لك اتفضل يا حبيبي. الو الو يا حبيبي. نعم لا معلش انا بعتذر عن عزا بيتك، صدقني مش هقدر. نعم لا صدقني مش هقدر. ربنا يعوضك يا حبيبي. سلام. وعزتي تعتذر عنها دي يا وزير. ربنا دعيني في اجتماع في اعمار مختلفه في ثقافات مختلفه في متعلم فيه الجاهل، انا مش مؤلف على كده، انا صدقني معرفش. ده هي نظير يا حبيبي،
هو انت اللي بترهز ولا ربنا اللي بعد الكلام على فمك؟ ربنا طبعا يا ابونا. طيب يبقى بتتكلم عن نفسك ليه بقى؟ تروح وترهز. اخطيت يا ابونا. حاضر هذا حبيبي. طيب عن اذنك بقى حبيبي، عشان في عريس النهارده متقدم لفوزيه بنتي، وانا يا دوبك اعدي على الكنيسه اخد مني ونروح. سلمي يا نظير. سلامات الفردوسين. ربنا يتمم بخير يا ابونا. يلا يا مني، عايزين نلحق نقابل معاك ابراهيم عريس فوزيه. شكلك كده خلاص هتوافق يا ابونا. مش خلاص خلينا عاملين القداس، يبقى خلاص ربنا يديهم نعمه ويعملوا كنيسه صغيره في بيتهم. يلا بس عشان نلحقهم. يلا يلا نشوف. سيدي على فكرة، ألف مبروك على جواز فوزية وتوتو تاني. كلنا اللي فيه كمان، ربنا أنت كمان يا حبيبي، لما كلها سنة ونخلص من الأمن بدأ. ما أعرفش بس ما علينا. يا مبروك يا جواز. مش حد عارف، هو عامل آخر الدنيا في شرم الشيخ، بس إن شاء الله الأجازة الجاية لازم يعمل فرح، هو في وقت. أنت عارف مطلوب أوي. على فكرة الجيش اليومين دول فرق طوارئ. عندك حق. من ساعة ما الرئيس جمال عبد الناصر مسك البلد وهو مهتم بكل حاجة، الفلاحين والجيش والجامعة ذاكر. عشان الفرح بالليل. ربنا معاكوا حبيبي. بصراحه بقى يا ابونا انا حبيت ابراهيم عشان خاطر هو ابنك وبس. هو قلتولي يبقى له اب زيك. سامع يا ابونا عاجبك كده؟ ماشي. بص بقى بنتي بنتي، يعني لو عملت حاجه ولا كده انت حر، انا بقول لك اهو. فعلا يا ابونا ربنا يحافظ عليكم يا ابونا. يلا يا جماعه اتفضل الاكل جاهز. يلا نبدا عشان نبدا حرق. يلا معلش يا ابونا لازم امشي عشان اتاخرت ولازم اجهز للفرح. لا يا حبيبتي، اللي يجي بيت ابونا لازم يتغدى، اتغدي وبعد كده روح. يلا يلا يا ابونا، ما جاتش النص ساعه. يلا استلامي يا ابراهيم ابن هلاك يسوع المسيح وهبها لك وبيد ابونا ميخائيل. فرح جميل قوي 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 يا ابونا. كانوا عاملين زي الملايكة. بصوا دي علينا يا ابونا. فوزية وابراهيم في سنة واحدة. سنة 55 دي خدت مني 2 من ولادي. وليه بقى يا ستي ما تقوليش انها ادتك ولد وبنت تاني؟ عندك حق يا ابني. عارفه يا ميري، ربنا ربنا يحافظ عليهم ويسعدهم يا رب، عقبال استر وبطرس وعفاف. من
ومن كل جمرية ومن كل فعل كبير ومن تغفار الشر ومن البصير. ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، فمن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ألو؟ مين؟ ثانية واحدة. إبراهيم؟ يا إبراهيم تليفون. مريم حمد. ألو؟ ألو أهلا يا فندم. تمام يا فندم، بكرة الصبح إن شاء الله أكون في المستشفى. وسيادتك معايا يا فندم، مع السلامة. في إيه يا إبراهيم يا ابني؟ أبدا يا ماما، عايزين نرجع بكرة إن شاء الله المستشفى في شرم الشيخ. يا فندم يعني لازم بكرة؟ خلاص إحنا هنقارب بكرة؟ طول ما أنت في الجيش أنا بفضل قلقانة عليك لحد ما بترجع تاني. آه، ليه من حاجة فرحان؟ يا ابني وانا رايح الانتخابات فرايح الجيش. خلاص بقى، طالما رايح الجيش بكره يبقى انت ومراتك تقعدوا معانا النهارده. عندك مراتك يا بنت؟ وحد يكون يبات معاك يا طنط. صدقني يا حبيبي، خلي توكلك على المسيح. الصلاه بتحل اكبر المشاكل وبتنقل الجبال وبتقوم الميت. سافر حبيبي، ربنا معاك، ربنا معاك حبيبي. خلاص حبيبي مسافر باذن ربنا يا ابونا، بس ما تنسانيش في قداسات عشان صلواتك بتسمعني جدا. الصلوات القداسين يا حبيبي لحضرة تحافظ عليك ومامور اسيس لنا ان القدس يروح معاك. ابونا بعد اذن قدسك انا اتفقت مع ايفون تفضل قاعده معاكم هنا لحد ما ارجع من الجيش. طبعا يا حبيبي البيت بيتكم، خد كمان الانجيل والصليب دول وحافظوا عليك. انا معايا يا ابونا بس هاخدهم بركه من قدسك. ربنا يحافظ عليك. ربنا يخليك له يا ابونا. وضعنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نفضل بعضنا بعضا لفضلة مقدسة لكي ننال بغير قوة في بينونته مما ولدت غير الموت السماوية للمسير يسوع ربنا. بارك يا رب في هذا الطعام كما باركت في الخمس خبزات والسمكتين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بكل شكر. يا ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، اتمنى قوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الازغى اعطينا اليوم في المنزل تفضل يا ولاد. تلحق يا ماما. ايه في ده؟ الولاد اللي عملوها قعدوهم ثلاث حراس مش قادرين. ابراهيم وشبه بأن كانت معي.
حساك ركازك هم يعزيني. شكرا لك. شكرا لك. نشوف أهلنا تاني. حسب شيء فظيع. أسر ده أصدق. ممكن أرحم من الظلم ده. ما تقولش ده يا سامي. ده بنت ربنا سامح. يبقى أكيد بالخير. أنا بس اللي مضايقني إن هم خدوا مني إنجيلي وصليبي. المهم وحشتني أوي. أنت ما خليتش تولد ولا بنت. الحمد لله. دي معجزه يا ابني. العسكري الاسرائيلي ده يقدر يخلينا نبعت جوابات لاهالينا. هما كانوا يبعتوا لنا على العنوان. خايف ليه؟ عشان باقي الاسري. وحاسس بمرارته. انا حاسس اني سامعه بابا. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر واستجب لي يا رب إلهي. أمر عيني لئلا أنام نوم الموت، لئلا يقول عدوي قد قويت عليه، لئلا يهتف مضايقي بأني تزعزعت. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. أغني للرب لأنه أحسن إلي. هللويا. تصبح على خير. أنتم أهل الحمد. بطرس، إبراهيم وحشني أوي. وحشك. امال انا اقول ايه بس يا استر؟ انت ما تعرفيش ابراهيم ده بالنسبه لي ايه؟ مش بس اخويا، ده اخويا وصاحبي وحبيبي وكل حاجه. بس عارفه انا الشيء اللي مطمني ان بابا كل يوم بيصلي لي قداس، بيرفع الحمل باسمه. تفتكر هنشوفه تاني؟ رب يسوع. ابراهيم، ابراهيم، مراتك. سلام ونعمة ليك من الرب يسوع. وحشتني قوي قوي. وبنتك إناس نفسها تشوفك. أيوة يا إبراهيم، أنا خلفت بنت شبهك وسميتها إناس. كل ما بصيرها شبهك إبراهيم. إبراهيم كل يوم بعمل لك قداس. أكيد أنت حاسس بصلوات. ربنا يقصر الأيام ونشوفك يا أغلى الناس. يفوق.
زعلانه ليه بس يا ماما؟ مش خلاص ابراهيم حبيبك على وصول؟ ربنا يجيبه بالسلامة. حبيبي يا ابني 3 شهور في القصر، طلع عمله فيك ايه؟ ايه دي انت بس يا ماما؟ هي على كده من امبارح من ساعة ما وصل الجواب وعرفت ان ابراهيم جاي. يطلع منها بس ما يتعمر. طب هات بقى. ابراهيم اتأخر، ابراهيم اتأخر قوي يا بابا. يا حبيبي ما تخافوش على ابراهيم، ابراهيم ابن المسيح واولاد المسيح دايما بيحافظ عليهم. ايه يا ايفون يا حبيبتي؟ سالت ليه يا ماما؟ ابدا يا ايفون، بس ابراهيم وحشني. يا سلام يا عم يا سلام. هي ايه لازم احس صوت ليه؟ انا اقوم اشوفها. ما فيش حاجة تتغير.
في الحياة دايما هو بابا فرحنا يا بابا نجحت على باشمهندس قد الدنيا. قولي من فضلك في ايه؟ بصراحة ان كل الاشاعات والتقارير بتأكد ان عنده مرض خبيث في الامعاء. انت متأكد؟ ابراهيم؟ لا لا مش ممكن. هي دي الحقيقة يا جماعة، واعتقد انه حاسس وعارف. يا دكتور سرطان؟ أبونا أنا عاوز أعترف وأتناول. ارتاح يا حبيبي، أنا هكلم أبونا مرقص يجي ياخد اعترافك ويناولك بكرة. سيبها على ربنا. أنا عارف عارف يا أبونا. عارف إيه بس يا حبيبي؟ من فضلك يا إبراهيم استريح بقى من فضلك. أنا عارف يا أبو خليل. ولا انت عايز تعرف معزتك عندنا؟ عارف ان حياتنا في ايد ربنا وكل اللي يجي من عنده خير. ارتاح يا حبيبي، احنا هنصلي وربنا يعمل فينا خير. انا هستنى مع ابراهيم يا ابونا. طيب يا حبيبي يلا يا ميري يلا يا جون. لا انا هقعد مع ابني. روح يا ماما ارتاحي عشان خاطري. انا هقعد مع ابني بطرس هتاخد مني على ايدي. يلا ميري ربنا معاك ربنا معاك ربنا معاك. أكسيونك يا بيك يا أون أكسيونك يا بيك يا منيس صغار خيم أمثلي أكسيونك يا بيك. عايزين ياخدوه مني. قلت لهم استنى نصلي. اول ما ابتديت الصلاه اختفوا وظهروا ملايكه واخدوا ابراهيم ورفعوه وفضلوا يطلعوا بيه للسماء. يطلعوا بيه للسماء. تقصد ايه يا ابونا؟ استنى يا بابا انا جايه معاك احنا كلنا جايين معاك. طب يلا يلا هقول لكم ازيك يا ابراهيم يا حبيبي. يا حبيبي يا ابني انت فين بتصلي يا ابراهيم؟ وباذن المسيح هتقول لنا بالسلام. البيت وحش من غيرك قوي يا ابراهيم بصراحه قوي قوي. ربنا يخليكم ليا يا حبيبي. ماما نعم حبيبي. انتوا مين منزلكم بالليل كده؟ بصراحة حبيبي أنا جيت أخد بركتك. يا حبيبي يا بابا يا
هاخد مراكتي انا. انا كويس قوي من الانسان ده ايه؟ بعد ما اعترفت وتحولت بقيت زي الفل. عارف انا نفسي فيه دلوقتي يا ابونا؟ في ايه يا حبيبي؟ تحط ايدك على راسي وتصلي لي. احلى حاجه توقعتها يا ابراهيم. بس المهم بقى تكون كلية التجارة دي علمت تحسبيها كويس. أقصد إيه؟ أقصد إنك تجري بوزناتك وتربحي بيها
وتحسبيها كويس يا استر قبل ما يفوت الاوان. ها قولي لي بقى يا استر، ايه اخبار الاسره الجماعيه؟ بصراحه يا بابا دكتور شفيق عبد الملاك عامل مجهود كبير جدا، ربنا يخليه لنا ويرد تصلي له يا بابا. صلوات للقديسين، العدرا تحافظ عليه ومريم مرقص يسنده، ربنا معاكم. بارك في السماء بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والدين، من أجلنا كلنا نحن الذين نرضيك ونطلب اسمك القدوس. يا أيوة يا مدير الإذاعة، أنا معايا معاد دلوقتي مع الأستاذ عبد الوهاب عشان يسمع صوتي، بس أنا هتأخر شوية عشان رايحة للكوافير. أرجوك قول له هذا من ضيع في الأمان. لا 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 انت صوتك وحش قوي، اسمع صوتي انا. طلعت يا احلى نبهة شمس الشمس. بس يا ماما شخص مين؟ انت مين؟ انت جاية تاخدي يا رشاتي على اقرائي. ماما عشان خاطري ماما. ماما ماما عايز اتجوز، بس انت عارف بقى اعمل فيها خجول ومش قادر يقول.
أنا أقول لك أنا الأول. ربنا معاك نتكلم في الموضوع ده بعدين. سلمى. عارف ان مولود كمان بتاعينا مهندس في هندسه اسكندريه. يبقى اكيد يبقى صعب ابوها. ايه الاخبار؟ مش عارف التخطيط ده مش التخطيط ده خالص. بصراحه هو في مشروع كده يعني بنت اسمها نبيله دكتور بس هي هيبه ممتازه. وانا كلمت ماما وهي وعدتني تفتح بابا في الموضوع ده. حتى انت مستني ان هو يكلمها ليه؟ بتكلم انت على ايه؟ فكره. صحيح انا مستني ايه؟ النهارده بنيجي هكلم بابا. بعد ما تحب الكشري؟ اهلا يا موسى. اهلا يا بنت سحري. ازيك حبيبي؟ ربنا يا بابا ليس بالخبز وحده يا احلى انسان. ايوه بتتكلم يعني انت السنه ما بتاكلش غير بقى في الاكل بس. لا انا عايز تقول ايه؟ هي ماما مش قالت لقطتك؟ انا قالت لي حبيبتي بس انا عايز اسمع منك انت. فاهم في ايه؟ بصراحه بقى انا كنت عايز اقول لحضرتك يعني ان انا انت ابنك بطرس كبر يعني وقطتك من حقك ان انت تشوف اعز الولد ولد الولد يعني بصراحه في واحده اسمها الدكتوره نبيله انا قابلتها هي خدمه في الكنيسه وبتحب ربنا قوي وانا بحبها وعايز اتجوزها وبتطبخ كويس قوي برضه. يوه انت ولا حبيتها عشان بتعرف تطبخ؟ اديني بلا ثلاث انت بتحبني ليه؟ لا 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 بتعمل حلويات كده كويس. يا حبيبي احنا نصلي وربنا يعمل فيك خير. ان شاء الله ان شاء الله. قوم حضر لي العشاء بقى ماما. تسع سنين محمود جات على الحال ده. ابراهيم ده اكثر واحد بتعمل له قداسات. مش ابني بس لكن صاحبي واول فرحتي وكملتكم ما كملتش 13 سنه. يعني عندك كده يا ميري جالك السكر وتعبتي. خير على ربنا. سيبها على ربنا من فضلك. تسلم يا تسلم. قولي مدرسه اتصل النهارده ولا لا؟ اتصل وقال ان الغد تعبان وعندها برد. الايام بتفوت بسرعه. حد يقول ان بطرس بقاله ست سنين متجوز. ليه يا ميري؟ هي حياتنا على الارض ايه؟ رسوم بخار يظهر يختفي. بس لو الناس تفهم يا ميري. على فكره ميري ابويا مش شويه كامل وتصوير عن جاي يتكلموا معاه الشغل بكره. طب لحسابك ها؟ حاضر يا ماما. يا عيني عبد الرحمن. سلام يا ماما. ازيك؟
ازيك؟ ايه قولي اتاخرت ليه؟ ابدا ما اتاخرتش ولا حاجه. قولي يا بابا، احكي لي الفرجيه اللي انت بعت تاخدها دي، هو الفرجيه اللي معاك راحت فين؟ لا حكايه ولا حاجه، واحد كان برداني خدها. طب وفرده الجزمه راحت فين؟ ابدا، واحد كان حافي خدها. انا عارفه يا بابا ان هما اتسرقوا، هما دايما كده يا بابا يسرقوا حاجتك. يا حبيبتي دي مش حاجتي، دي حاجة ربنا يا دكتورة. مش كل بينا الحمد لله يا بابا، انا بقالي 15 يوم في السرير، بس انا سايبه النهارده كانت سخنه شويه وعرفت بعدها. الو، سلام يا حبيبتي. اهلا يا عفيف. اهلا يا بابا، خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ لسه سخن يا عفيف؟ طيب يا حبيبتي ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبتي، العذرة تحافظ عليها ومريم يرقص حسن، انت ما تخافيش. كلمتي الدكتور كمان صبحي؟ طيب يا عفيف، طيب يا عفيف، انا حاجة على طول يا عفيف. سلام يا نعم يا حبيبتي، العذرة تحافظ عليك ومريم يرقص حسن كمان. سلام يا حبيبي. مفيش يا بابا، هما شوية التهابات بسيط في الشعب الهوائية وان شاء الله هتبقى كويسة. طمني يا دكتور، هي عندها ايه بالظبط؟ بصراحة دكتورة منيرة ما مخبيش عليكي، هي عندها برونكايتس. برونكايتس؟ يا دكتور ده في أي لحظة ممكن يقلب لبنك ونوم، وتشيل مني ديابيتس. طهر، سلامتك ألف سلامة. مش عشان تحبك بقى عشان تيجي تتكلم معانا أسبوع إعلان زي كل سنة؟ أنا عارف إنك بتحبيني. سلام يا ماما، بقول للعذراء خلاص البسيني يا حبيبتي. أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ إسلام أربعة وحيا
الجامعة كل خلاص قبل موعد الخيرات المنتظرة. يا رب تقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة. سهل حياتنا وأشرنا العمى بوصانا. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكار منقي نيابنا. اشفي أمراضنا واغفر خطايانا. ربنا من كل حزن غبي وضع قلب. أحبنا الملائكة القديسين لكي نكون المعسكر المحفوظين المرشدين. لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مبدأ غير المحسوس وغير المحدود. فإنك مبارك إلى الأبد. الحالة بسرعة يا إيمان لسه في خلاص يا إيمان خلاص يا إيمان ماما دلوقتي أنا مش عايز حد على وحنا إبراهيم وإبراهيم دلوقتي وليه جايين ثلاث أولاد أمهم مش معقول على ما حصلت الذين فاستنفوا سهم ليحن في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في رشنين السماء إذا الموت ونحن عيدا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ومن لنا بسلامك إلى التماء بصراحة ربنا هو اللي يعلم. أنا ما جيتش أعزك يا بني خير، إنما جيت أتعذب التعذيب اللي أنت متعذب بيها دي يا بني. ربنا يخليك لي يا سيدنا، بنيتك أسقف التعليم كله، إحنا بنتعلم من بنيتك. حبيبي يا سيدنا، خلاص ربنا كرمك عزاني. حبيبي حبيته أوي أوي، بني اللي هو جنبي بيستنى. ربنا يعزك يا بني. ربنا يعزك ربنا يخليك للكنيسه سيدي اللهم انا على المستحقين انا كل شكر يا بني في الصلاه والقدس شوفوا بقى بينا ثلاث حمامات كل واحد حمامات انا ما بعرفش اعزم أكثر مش عايز تاكل من الحمام اللي عملها فات ولا ايه؟ عايز برنامجها اللي ده انت بتقوله ده؟ اصل الحمامة دي مش بتاعتي. اشتاق مع بنتي. مساء الخير يا معلم دودري اتفضل. مساء الخير عليك. أبونا مش عايز هنا؟ أه موجود. أنا يا معلم دودري اتفضل يا حبيبي. أنا تعالى على الجنب تعالى. تعالى اتفضل يا حبيبي. اتفضل. مساء الخير يا مون. ازيك يا معلم عامل ايه في صحتك؟ ايه ده؟ انت جاي من اسيوط لوحدك ولا ايه يا معلم؟ ايوه يا مون. عن خدت العربيه المرشيدش بتاعتي الثمانيه سلندر وسوقتها لغايه الليل وربطتها فوق السطح. طب خد بالك بقى يا عم تدري لحسن بتخبط اصل السطوح بتاعنا مليان عربيات. الواد صالح ابني جاب من غايه يومين وجاي ياخدني كمان شوية. اسم السلام عليك انت مش لين قاعد كام لقمة معانا؟ بيسأل بيقول لقمة؟ مع اني شامم ريحة زفر. اتفضل. اتفضل يا عم زولي اتفضل. ربنا قلنا قلنا كده لما تكون خدت نايدك يا ابونا عاد. لا يا حبيبي مش نايدك. اتفضل. لا اتفضل. اتفضل يا عم زولي ما خدتش نايدك. اتفضل.
عشان كده بقى ما كنتش عايز تاخد الحمامة يا بابا. اصل ام المرحوم ابراهيم كانت محمله الحمامة دي للمعلم تجري، عشان كده ممكن لازم نستناه. اخي حبيبتي ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا ابوك. عامله ايه حبيبتي؟ انا شكرا جزيلا. تعالي اقعدي. شكرا جدا. وانت عفاف اعرضك كل اسبوع بايه؟ الحمد لله يا ابونا مريض صلاه. الحمد لله. استر استاذ عبد الله مستني مني رد. اقول له ايه موافقه ولا ايه؟ شوف يا بابا لما نشوفه يبقى احنا نصلي وربنا يعمل في الخير. مبروك يا حبيبتي. اسمي يا بائس جورج اخوة المسيح، عايزكم تعملوهم بطول البال عن كده. كفايه اسود الزمن عليهم، مش هنبقى احنا الزمن يا حبيبي عليهم. حاضر يا بابا صدقني ده عمل كويس جدا ويطول نطق. استاذ صبري الاخ مجدي ترضيه. حاضر يا بابا بس وقت الخدمه معايا ده اللي هو عاوز. معلش يا حبيبي ارضيه تاني، ربنا يرضيك ويرضينا جميعا يا حبيبي. حاضر يا بابا. معلش يا ولادي اتحملوهم وتحملوهم. احنا نشكر ربنا ان هو سمح لنا ان احنا ناخد اخواته. لان لك من القران والدين الى الابد امين. مساء الخير يا بابا. اهلا يا فندم. حبيبتي ازيك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا بابا. هروح احضر لك العشاء. لا استنى حبيبتي انا غريبه نسيت صعيدي في الاوضه الثانيه، ممكن تدلني؟ حاضر يا بابا. كتر خيرك حبيبتي. يا رب يسوع المسيح الحمد. يا رب يسوع المسيح سيب حبيبتي كتر خيرك. على فكره يا بابا النور في الاوضه الثانيه مش بينور. يمكن بايظ يا عفاف. لا مش بايظ، لانه اصلا اللمبه والبلايا مش موجودين. الظاهر بقى ان الراجل اللي كان عندك النهارده الظهر سرقهم، لانه ما حدش دخل الاوضه بعدين. يا عبيط ده هو كان قلبه مدلم ومحتاج لمبه تنور قلبه. يا سلام عليك يا بابا، انت دايما كده. هروح احضر لك العشاء. بابا البلايا دي بتتاخد، اقلعها عشان اغسلها واجيب لك الجلابيه الثانيه من الدولاب. لا يا حبيبتي الجلابيه دي كويسه قوي. لا يا بابا هجيب لك الثانيه. حبيبتي دي كويسه ما تنسيش. ايه ده؟ بابا دي الجلابيه الجديده. شوفي بقى يا عفيف، مش المسيح علمنا ان من له ثوبان فلا عشان من ليس له؟ خلاص انا كان عندي جلابيتين. اكتب اسمي وانا مع كل صفات تنسيه في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ابن الله الذي لا تنطق عنه عزيز. اذكر الله يا رب تعطيك مشكلته وحبنا ده. اذكر الله يا رب ابوه مشكلته وحبنا ده. اذكر الله يا رب حنا مشكلته وسكرته. اذكر الله يا رب ابوه وابوه مشكلته وحبنا ده. اذكر الله يا رب. اذكر الله يا رب. اذكر الله يا رب. اذكر الله يا رب حنا مشكلته وحبنا ده. اشكر يا رب بعث ايضا عن الخاص يغفر لخطايا الكثيره، حيث فكر الاسم تنتصر هناك ما تكون من اجل خطايا خاصه من نجاسات قلبي. لا تمنع شعبك من نعمه روحك القدوس حال ما حال كل شعبك من كل خطيه. ايه اللي بتعمله ده يا ابونا الخليل؟ بتعمل مكاني يا ولد قد احفادك؟ في ايه يا ابونا؟ هقول لك يا ابونا، بس قدسك تبعدني انك ما تقولش لحد لغايه ما هو حب ابويا. اوعدك يا ابونا، النهارده الصبح في القداس الولد ده كان نادي الشماس وكده رايح جاي على المذبح رايح جاي، وفي الاخر زعقت له. ايه يعني يا ابونا؟ ايه يعني لما تزعل الولد؟ لا يا ابونا فيها. انا قبل قدسك ما زعق كنت شايف ملاك بياخد مني الترباط بتاعت الناس ويرفعها للسما، واول ما زعقت الملاك اختفى. شفت قدسك الزعيق والعصبيه بيعملوا ايه في الملايكة؟ لا يا بابا كده يا دكتور. انا عندي صبح صبري
كأني مجهول. لازم حد يكون معايا على طول. لو حضرتك شايف ان هو تعبان ومحتاج يكون المستشفى اللي بتحصل دخوله. لا لا، هي مش محتاجة المستشفى. دكتور عفاف، خلي بالك، الحالة مستجد انجاني. هي ضيبتك وفوق ايش. وعلى حالة كريتيكال ليد. انا معايا على طول. مش بسيبه ابدا. شكرا لك يا دكتور. اتفضل اتفضل. يا حبيبتي ازيك؟ ايه دلوقتي يا بابا؟ الحمد لله انا كويس حبيبتي. وليه عملتي عند بابا كرونتوس؟ بعد القداس ثلاثة عند سيدنا وسألني انت محتارة ليه يا ست ابوكي؟ وقال لي دي الورق اللي معاكي. معرفش ازاي بابا عارف ان معايا ورق باسمائهم. المهم ان هو اختار ورقة وقال لي ان هي دي اللي فيها الراحة النفسية. الورقة طلعت باسم مجدي ريزا، مش كده؟ مين قال لك ان هو مجدي يا بابا؟ لا يا افتكر يا ابونا مرقص يقول لابونا ميخائيل على نياحة البابا كرونتوس ولا لا؟ بصراحة يا ابونا يوحنا هيكون صعب. انت عارف العلاقة اللي بين البابا كرونتوس وابونا ميخائيل، ثم ان ابونا ميخائيل تعبان دلوقتي. طيب الاخ جورج يا ابونا ده هو لسه طالب ومش بعيد يكون عنده كمان دلوقتي. انا وصيته ما يجيبش سيرة لغاية لما ابونا ميخائيل يقوم بالسلامة، وبإذن المسيح هيقوم بالسلامة. اهلا جورج حبيبي، اتفضل واتفضل ارتاح. زي ما تعرفش عامل ايه؟ قول يا جورج، هو النهارده كان في الشهر؟ 9 مارس يا ابونا. سنة كام؟ 71 يا ابونا. ما انا عارف يا حبيبي انها سنة 71، بس انا كنت عايز اسمع منك. ليه يا ابونا؟ انت عرفت حبيبي بابا كرونتوس وصل خلاص؟ الله، هو مين قال لقطتك؟ الا قال لي يا حبيبي، عقبالنا. ربنا يخليك من شعب مخلوقتك يا ابني. شوف يا حبيبي، طول ما ربنا مدينا زيت ادينا بننور ونعيش، لكن اول يا حبيبي ما المكنه تشحط نروحنا على طول. شوف بقى يا سيدي جورج، انت تعرف تصلي لي. انا اصلي اوضتك يا ابونا؟ ايوه حبيبي، انت تصلي لي وانا اصلي لك. يا سيدات، بس مجدي اتفضل يا سيدنا. اتفضل يا سيدنا. اهلا سيدنا. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا بنت عفاف؟ ازيك يا ابونا؟ سيدنا ازاي انت؟ اخوك حبيبنا يا سيدنا، مش قادر اقوم اقعد من يافتك مطني. ايه يا ابونا؟ ايه الاخبار؟ عامل لي فئه تعبان يا ابونا؟ انت كده شد حيلك، اكيد عايز تعرف انت غالي عندنا ولا لا. على فكره الف مبروك لعفاف ومجدي. ربنا يخليك يا سيدنا، طبعا نفسك بقيتني بفرح. يا واد يا شقي، ما انت عارفين اني ما بحضرش افراح، بس كان لازم اجي ابارك لبينا. انت ما تعرفش هو غالي عندي قد ايه. انت كمان غالي علينا يا سيدنا. ايوه يا سيدنا، غالي علينا وعلى الكنيسه كلها. لما بقى طول كده شكراً إلى شيخ الشيخ الملك الصعود ناطر القليل، اللهم أدعنا مستحقين أن نكون بشكر أبداً لك في السماوات. يعني انت موافقه ولا مش موافقه؟ يعني موافقه؟ لا
ابني الجديد. مش هو؟ ايه؟ يبقى ده مش مين؟ لا 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 خلاص خلاص طبعا يا منى موافقه خلاص موافقه. انا عارفه حبيبتي ازاي؟ البس بقى نظاره يا منى عشان تشوف احلى عروسه في الدنيا. حاضر يا حبيبتي. ايه رايك؟ الصليب عليك يا عفيف. ربنا يحافظ عليك يا حبيبتي. ايه بقى يا منى ما لبستش ليه؟ اوعى تقولي انك تعبان. لا يا حبيبتي حرام البس دلوقتي حالا. بس عارف يا عفيف انا فرحان قوي. مجدي ده زي الملاك. حافظي عليه ها؟ ايه ده بقى يا بينا؟ مجدي ده زي الملاك واحنا خلاص قبلنا ولا ايه؟ بطل شقاوة. عارف يا بينا؟ ايوه. ايه راح تقول فاكر هنا عشان هتجوز هبعد عنك. لا انا هجيب مجدي بيه يقعد معاك هنا عشان نشبع باحلى بنا في الدنيا. عارف يا بنا ايه احلى حاجه مستنى؟ ايه يا حبيبي؟ انا كده دلوقتي هتلبس هدوم وتروح تجوز بيه. لا بص يا فاطمه هو شيء جميل ان بابا هو اللي يجوزك لكن تجي لي مجدي تقعدي هنا لا. على فكره يا بابا مجدي انا صاحبي من زمان ده اكيل اكل اكل الراجل ده عيان ومحتاج جوزه. خلي بالك معلش كلامي ده تمام مفتاح لكل الناس. اي وقت يا حبيبتي عارفه يا فاطمه ماما كانت ساعتها تحتفظ بيك هتبقى فرحانه بس انا عارفه انها برضه فرحانه بيكي وحاسه بيكي في السما وبتصلي لك عشان تعملي كنيسه صغيره في بيتك. يا بابا انا على فكره بالشكل ده مش هنلحق الفرح. اروح اجيب اسيس تاني كلمها ولا ايه؟ مش هنلحق الفرح. انا عمال ما تلبس يا بابا اروح اخطف لهم كده في السريع. بس ما يبقى ليك يا مرتضى صليل يا بنا عندي مأموريه سفر رايح فيها الصعيد وهقعد فيها 10 ايام تبع الشغل. لا حبيبي انت هتبقى بعد اسبوع. انت يا بابا اوعى تنسى بنتك حبيبتك
نفسه يخرج من الجلسة.
مش اخوانا. ايه يا بابا ايه يا بابا يا بابا مولا كلهم ماتوا. يا حبيبي ما تروحش اقل اذا ابتدى الحياة يا حبيبي حال الارض هي اللي يتيمنا هو ابتدى الحياة. Yeah.